معلم حبيب الكيلو بقد ايه؟ الكيلو ب 100 ليرة 100؟ ايه بس هيك هي 100 اعطيني كيلو. يلا مشي مشي وقلب على الدور ابني. يلا يلا ما عندك هي 100 اعطينا كيلو. هات شو قول. يلا مرق شو؟ مية ليرة الكيلو ما حدا اعترض؟ مشي ارفع الكيلو لـ300 ليرة لشوف في حدا بده يعترض ولا ما في حدا بده يعترض. امشي امرك سيدنا. تضرب انت والسيجار. علم قديش كيلو الخبز؟ 300 حبيبي. قديش؟ 300 بتعرف وين؟ هاي 300 هات لشو نور. يلا اللي بعده 300 معلم. هاي قطعة 300 اعطينا كيلو. يلا شرف الله معك. ولك شو عم تحكي؟ معقولة هالحكي يا ناس؟ كيلو الخبز ب 300 ليرة وما في حدا بيعترض؟ ماشي يا سيدي بده يعترضوا، قالوا ايه قالوا لا، فهمان؟ والله يا سيدي نفذنا كل تعليماتكم، ما طلع بيدنا غير هيك، يعني ما حدا اعترض، انتوا امرونا، وجهونا. راح نوجهكم. اجتني فكرة، كل واحد بده كيلو خبز بتعملوا له فلقة. فلقة؟ شو علي الفلقة فلقة؟ هي بسيطة سيدي. طبعا بسيطة، فكرتك سويسري ما بتعرف الفلقة. معلم قديش صار كيلو الخبز؟ ب 300 وبدك تاكل فلقة، بس انتظرني شوي لخلص يلي بين ايدي. تولى هيك بدك تاكل الخبز معه؟ يا الله لا هو علينا هو علينا. يا مواطن اهلا وسهلا فيك، عبر عن رايك، فضفض فضفض. شو ما في شيء؟ انا ما في شيء، بس انه رفعتوا كيلو الخبز ل 100 ورقه ما حكينا شيء، رفعتوه ل 300 ورقه ما حكينا شيء، عملتوه ب 300 وفلقه ما في شيء. بس يا اخي حطوا لكم شيء اربعه يعملوا فلقات، خلينا نلحق دوامنا.